السلام عليكم متابعينا الأكارم، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تشوفونا. ساعات قليلة على انطلاق مباراة سوريا وأستراليا ضمن منافسات كأس آسيا، المباراة الهامة يلي عم ننتظرها بكل شغف. عم ننتظر اللحظة يلي يطلق فيها الحكم صافرة اللقاء. مباراة مهمة، مباراة بنتأمل كلنا نشوف منتخب بيلعب بنفس الروح بنفس العزيمة بنفس الإصرار بنفس التنظيم يلي شفناه ضد أوزبكستان. أكيد مباراة صعبة، مباراة ما فينا نستهين فيها، لكن أملنا كبير بنسور قاسيون نشوف رجال بأرض الملعب مثل اللي شفناه هون ضد أوزبكستان. بالنسبة للتشكيلة المتوقعة في اللقاء، فالشيء المعروف والطبيعي أنه ما رح يكون فيه كتير تغييرات عن تشكيلة أوزبكستان. التغييرات حتكون طفيفة وقليلة، ممكن تغيير واحد أو تغييرين على التشكيلة اللي لعبت ضد أوزبكستان. في حراسة المرمى أحمد مدني أكيد بعد المستوى اللافت اللي قدمه ضد أوزبكستان، الثقة اللي منحها للفريق والشخصية اللي ظهر عليها، ما بتوقع هيكتور كوبر أو حتى عصام الحضري يفكروا باستبداله بهاي المباراة. في خط الدفاع أيهم أوسو المقاتل اللاعب اللي قدم مباراة كبيرة ضد أوزبكستان، رغم انه هاي المباراة هي اول مباراة رسمية لأيهم أوسو على صعيد منتخبات الرجال بالمستوى الدولي، يعني هو سابقا حتى لما مثل السويد مثلها على صعيد الفئات العمرية، فلاعب بيلعب اول مباراة دولية لإله وبمسابقة كبيرة مثل كأس آسيا وبيظهر بهالثقة وبهالشغف وبهالحماس، هذا بيدل على لاعب ان شاء الله رح يكون اضافة كبيرة للكرة السورية، خاصة عم نحكي عن لاعب لسه عمره 23 سنة لكنه قائد حقيقي في أرض الملعب ولاعب مهم في خط الدفاع. شريك أيهم أوسو في خط الدفاع هو الهادئ اللاعب المميز ثائر كروما، ثائر اللي كان ثقة وكان صمام أمان في مباراة أوزبكستان، شكل ثنائية ناجحة مع أيهم. ثائر أيضا بيمتاز بالكرات الرأسية وهذا حيكون شيء مهم ضد أستراليا، هي اللي عنده ميزة بهالموضوع. منتظر كثير من ثائر أيضا، ويكون مثل ما عودنا حاضر وواثق وإن شاء الله بيقدم مستوى كبير. على الظهير الأيمن راح نشوف بعتقد عبد الرحمن ويس. عبد الرحمن أيضا اللي قدم مباراة جيدة ضد أوزبكستان، شفنا مقاتل شفنا سريع قوي بالالتحامات البدنية، فإن شاء الله ضد أستراليا راح يكون أيضا بأفضل حالاته وراح نحتاج منه تركيز دفاعي كبير، لأنه مثل ما حكينا في فيديو سابق منتخب أستراليا منتخب بيعتمد كتير على الأطراف، فالأطراف عنا الأظهرة أو الأجنحة لازم يكونوا مركزين بشكل كبير، فناطرين عبد الرحمن يكون بأفضل حالاته الدفاعية. على صعيد الظهير الأيسر راح نشوف مؤيد عجان بتوقع، وممكن يكون في فهد اليوسف حسب خيار الجهاز الفني إذا حب إنه يشوف لاعب عنده ميول دفاعية أكثر، لكن بتوقع يكون مؤيد عجان بكل الأحوال، إن كان مؤيد أو فهد فأيضا إن شاء الله بخبرتهم الكبيرة بيقدروا يتعاملوا مع منتخب أستراليا واللي تحديدا من هاي الجهة عم يكون خطير جدا. في خط الوسط غالبا راح نشوف خليل الياس وإيزيكيل العم يلي عملوا ثنائية مميزة ضد أوزبكستان في خط الوسط، أغلقوا العمق تماما أمام المنتخب الأوزبكي، نالوا ثقة وإشادة الجميع رغم أنه هاي أول مباراة رسمية بيلعبوها مع بعض، لسه إن شاء الله مع مباراة أستراليا بيكون الانسجام زاد بيناتهم، بنشوفهم عم يلعبوا بشكل أفضل إن شاء الله. بالنسبة للجناح الأيسر فبتوقع راح نشوف عمار رمضان، كونه لعب بشكل جيد ضد أوزبكستان فغالبا راح نشوفه أيضا موجود بهاي المباراة. على الجناح الأيمن هالمرة راح نشوف إبراهيم هيسار، بتوقع ينتقل من مركزه اللي لعب فيه ضد أوزبكستان هو مهاجم ثاني ليكون جناح، وبهاي العملية المدرب هيكتور كوبر بيكون عنده هدف إغلاق الأطراف بشكل أكبر، كونه هيسار عنده دور دفاعي مهم عنده قوة بدنية يساعدنا إن شاء الله لاحتواء خطورة أستراليا من الأطراف.
في المقدمة راح نشوف التغيير الجديد في التشكيلة، هو عمر خريبين بدلا من محمود الأسود. عمر خريبين غالبا راح يلعب المباراة، هو أساسا كان مرشح بقوة ليلعب ضد أوزبكستان، لكن الجهاز الفني فضل أنه يريحه، فضل أنه هو ما يخاطر فيه، فبتوقع نشوفه ضد أستراليا. وأكيد وجود خريبين بالملعب بيعطي ثقة للجميع، للجهاز الفني، لللاعبين، للجمهور. لاعب بقيمة وموهبة عمر خريبين قادر يعمل كثير. أيضا راح نشوف بابلو صباغ إن شاء الله كشريك لعمر خريبين في خط الهجوم. بابلو أيضا ناطرين منه يقدم نفس الأدوار التكتيكية والمهمة يلي قدمها ضد أوزبكستان، وأكيد جاهزيته راح تكون أعلى، راح يكون انسجامه أكبر، ووجود عمر خريبين بجانبه راح يعطيه راحة أكثر. أي لاعب بيلعب بجانبه عمر خريبين فهو أكيد راح يأخذ مساحات أكثر. نفس الشيء عمر خريبين لما يلعب جنب بابلو راح يلاقي فيه أريحية، وإن شاء الله الثنائي يقدر يعمل شيء مهم ضد أستراليا. بشكل عام مثل ما حكينا هي التشكيل المتوقعة. التغيير الوحيد هو المتوقع بشكل كبير نشوف عمر خريبين بدل محمود الأسود. مركز الظهير الأيسر فيه عليه شك، هذا المنتخب اللي راح يلعب، ناطرين نشوف مقاتلين في أرض الملعب إن شاء الله. الثقة عالية، الثقة كبيرة. منتخب أستراليا مرعب وصعب جدا، منتخب شفناه بالمونديال كيف قدر يجاري كل المنتخبات اللي لعب ضده، ما له سهل أبدا. وحتى على مستوى آسيا، يعني إذا استثنينا إيران واليابان وكوريا الجنوبية فكل منتخبات آسيا عم تواجه مشاكل كبيرة لما تلعب ضد أستراليا، وحتى المنتخبات الكبيرة كانت بتلاقي صعوبات. لهيك المباراة ما لها سهلة أبدا. إن شاء الله على أقل تقدير نقدر نحصل على نقطة تساعدنا كتير وتشيل عنا ضغط كبير في المباراة الأخيرة ضد الهند. بالتوفيق للنسور، ناطرين جمهورنا الكريم اللي موجود بقطر بكرة يزين المدرجات ويكون اللاعب رقم واحد، وإن شاء الله راح يكون في يوم فرح سوري مثل الفرح اللي شفناه بعد مباراة أوزبكستان. بالنهاية بتمنى أيضا أنتم تعطونا آراءكم، شو التشكيل الأفضل اللي بتعتقدوا لازم تلعب ضد أوزبكستان، ولا تنسونا من الدعم من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الشير، اللايك، الكومنت، وأكيد ملاحظاتكم اللي بتهمنا لنطور المحتوى اللي عم نقدمه. بتمنى لكم بكرة إن شاء الله تستمتعوا بالمباراة، راح نكون معكم بفيديوهات لاحقة، وإن شاء الله بعد المباراة نحتفل جميعا بفوز سوري تاريخي.